هنا كيف ما تتشوفوا جات المحاولة ديال اللي عطات بيلانتي اللي مشى ليها هنايا احد المهاجمين وغادي يتوغل غيدخل غيجيب عماد غيضرب الكرة ويخرجها للزاوية، ما واضحش مزيان ولكن هنايا راه بيلانتي تنظن ما كاينش. الحكم زعما عطى بيلانتي هنايا في الدقائق الأخيرة، ولكن احنا غنشوفوا مع الإعادة. هاي الكرة مشات لوسط الميدان، جا واحد المدافع غيمررها في العمق، وإلا انتبهتوا شوفوا الحكم ديال الشرط المساعد ما كانش في وضعية مناسبة. هنا كرة مشات غيضربها أحد المهاجمين بالرأس، وكان واحد مهاجم آخر غادي في حالة شروط. لاحظوا مزيان كرة غيضربها واحد المهاجم بالرأس، مشى ليها مهاجم كان في وضعية تسلل ما انتبهلهاش الحكم. ها هو داك اللاعب رجع مشى مهاجم آخر. هاي المحاولة هنا واضحة مزيان، ترجع كرة للنوم. هنا المهاجم مشى توغل دخل جاب ما ضرب كرة الزاوية. هاي الإعادة ضربها بالراس، رجع واحد روتور كان في أورجو، مشى اللاعب توغل دخل جاب ما ضرب كرة خرجها الزاوية. ما كايناش ضربة جزاء هنايا اللي زعم عليها الحكم واعلن عليها في الدقيقة 90. هاي الإعادة مرة أخرى، انتبهوا لحكم الشرط ما كانش في وضعية مناسبة مع آخر مدافع. في نفس الوقت يعطى الله هو هذا، التحكيم هو هذا. هنا اللاعب ضرب كرة براس مشى ليها مهاجم ورجع، عاد مشى ليها لاعب آخر. هاي هنا المحاولة غادي تبان مزيان، مهاجم تيرا ونقز وغادي توغل في منطقة الجزاء، غادي يجيب عماد، غادي نزومي بالصورة، مشى عماد للكرة خرجها للزاوية واللاعب تظاهر بالسقوط. هنا غنشوفو المحاولة كيف جات من الأول، كانت ضربة خطأ مباشرة ومن هنا جات الكرة اللي عطات ضربة جزاء والهدف التفوق فائدة النادي القنيطري على اتحاد الزمالك الخميسات برسم الدورة 13. ضربة جزاء، شوف الرقم ديال اللي غيماركا. يلا البور، تاكيا تاكيا تاكيا. هدف الصفر.